كبير. في وسط تلك البيوت كان هناك قصر كبير تحول فيما بعد إلى دار للأيتام، كان قد وهبه رجل يدعى توماس ثيودور مارلين خلال الأربعينات من القرن الماضي لدار الأيتام تلك. خلال عملية الهدم نزل العمال إلى الطابق السفلي من المنزل بالصدفة البحتة، عثروا على باب سري محكم الإغلاق جيداً خلف أحد الجدران، ليتفاجأ العمال بمجموعة كبيرة من الصناديق المغلقة والجرار، صناديق فيها أشياء غريبة. بعد فتحها ظهر أنها مليئة بأجساد محنطة لكائنات غريبة لا تشبه البشر، وهياكل عظمية مثبتة في ألواح لكنها ليست لبشر أو لحيوانات، ومخطوطات غريبة أيضاً، وقلوب وأعضاء محنطة، بالإضافة إلى أجسام تشبه الجان، ورأس وأنياب تمتد بشكل مخيف يقال إنها تنتمي لمصاص سائل العروق الأحمر، وهيكل عظمي لصغير يبرز من جمجمته قرنان تحت اسم هيكل عظمي لأبناء إبليس، وقطع أثرية من أصل غير معروف، وكائنات مشرحة ومحفوظة، والكثير من التحف والغرائب التي لم يشاهدوها في حياتهم من قبل. ولكن من هو توماس مارلين؟ ولد مارلين عام 1782، توفيت والدته أثناء ولادته، تربى على يد والده إدوارد الذي كان جنرالاً في الجيش. بعد تقاعده مارس هوايته المفضلة وهي الترحال وجمع التحف والغرائب، كما كان مولعاً أيضاً بالتاريخ الطبيعي، واستثمر أمواله في شركات مربحة لتمويل رحلاته حول العالم بحثاً عن القطع الأثرية الغريبة والكائنات الحية الفريدة. اصطحب معه ابنه توماس في الكثير من الرحلات حول العالم حيث شارك أباه نفس الشغف. بعد وفاة والده أصبح توماس وحيداً بل ناسكاً تقريباً، لكنه بقي شغوفاً بجمع التحف النادرة والغريبة مثل والده، وقد أصبح عالماً ذا شهرة في الأحياء والأشياء الغريبة في بعض الدوائر المتخصصة بإنجلترا. زار أماكن منعزلة من العالم، قابل أنواعاً مختلفة من البشر، ما جعله يكتسب علماً وشهرة وثقافة في ذلك الوقت. في عام 1899 زار توماس الولايات المتحدة لعرض مجموعته من التحف والغرائب النادرة هناك، لكن الناس لم تهتم لعرضه فألغى رحلته وعاد إلى لندن. كان توماس رغم تقدمه في العمر وشيخوخته يتمتع بصحة جسدية وعقلية، بل أنه كان يظهر وكأنه في الأربعين من عمره، هذا جعل الناس يتكلمون حوله ويقولون إن ممارساته الغامضة تلك هي التي جلبت له الشباب الدائم. قيل أيضاً إنه عاش 117 عاماً. كل تلك الأحاديث جعلت الناس تبتعد عن توماس خوفاً منه ومن الغموض الذي يحيط به، فهو لم يتزوج رغم عمره ورغم أمواله. كل الأسرار والغرائب المحيطة بحياته جعلته يبتعد ويختفي من دائرة الأشخاص الذين يعرفهم، لم يظهر مرة أخرى وكأنه قد مات. اختفى توماس مارلين ولم يره أحد بعد ذلك أبداً، اختفى للأبد هذه المرة. مذكرات توماس التي وجدت مع القطع الأثرية فيها أفكار ونظريات متطورة لم تكن معروفة في زمنه، مثل ميكانيكا الكم ونظرية الكون المتعدد، كما زعم أن المذكرات تحتوي على تفسيرات علمية عن مجموعة توماس الأسطورية. وهناك شخص يدعى أليكس أعلن أنه مسؤول عن تلك المجموعة وأنه يمكن لأي شخص أن يطلع عليها من خلال الإنترنت.